هذا وتعد أكاديمية الشرطة صرحا شرطيا متميزا في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فمنذ لحظة استقبال الطلبة الجدد الملتحقين بكلية الشرطة يتم وضع برامج تدريبية وتعليمية تسهم في الارتقاء بكفاءتهم البدنية والعلمية والقتالية ليصبحوا مؤهلين لحمل رسالة الأمن السامية عقب تخرجهم. اللي بيقوم بالدفاع عن مصر مش احنا، لا، ده اللي بيدافع عن مصر شعبها، شعبها اللي قدم في الجيش وقدم في الشرطة. دايما نسيب في عهد ما بيننا يا بلدي وكلنا مد فيه، من أول يوم والآخر يوم واليوم الدين، دايما جاهزين. رسالة أكاديمية الشرطة: إعداد ضابط شرطة عصري متميز علميا وبدنيا قادر على مواجهة التحديات الأمنية. اختيار الطلبة الملتحقين بكلية الشرطة جاء وفقا لمعايير وضوابط تتسم بالموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين لنيل شرف الانضمام لهذا الصرح المتميز أمنيا من أبناء الوطن. هؤلاء الذين يمثلون كافة فئات المجتمع ومختلف المناطق الجغرافية عبروا عن سعادتهم لتحقيق حلمهم بانتمائهم لكلية الشرطة وتحقيق حلمهم للالتحاق بها لتتواصل مسيرة العطاء. إن شاء الله يكون قد المسؤولية بإذن الله ويشرف البلد إن شاء الله، وربنا يقويه إن شاء الله. والله بسعادة فخورة فخورة إنها دخلت كلية الشرطة وحققت حلمي. فرحة فرحة فظيعة جدا جدا، إحساس لا يوصف. ما دخلش هو السنة اللي فاتت، بس هو اشتغل على نفسه وكان عنده يقين بربنا إن هو السنة الجاية إن شاء الله ربنا يكرمه. وإحنا مسرورين ومبسوطين بقبوله بكلية الشرطة، الحمد لله رب العالمين. أنا فخورة بيه جدا، وكان كل اختبار يطلع ناجح منه كنت بحس قد إيه بالفخر بيه إن هو قدر يعدي الاختبارات. طبعا ألف مبروك، وفرحانين جدا جدا جدا، وربنا يوفقه ويوفق الجميع. لأول مرة كان من بين الملتحقين بكلية الشرطة لهذا العام خريجات كليات الحقوق، وقد تقدمنا بخطى ثابتة لتحقيق آمالهن بعد فتح الكلية أبوابها لهن للمرة الأولى للالتحاق بها. فخورة جدا بإني هكون أول دفعة حقوق إناث تلتحق بكلية الشرطة. أنا كولي أمر سعيد جدا إن بنتي في مكان محترم آمن فيه رعاية كاملة من كل شيء، فدي حاجة بتطمننا كأولياء أمور إن بنتنا في المكان المحترم ده، أكاديمية الشرطة. التفوق علمياً وبدنياً ونفسياً كان طريق هؤلاء الطلبة للالتحاق بكلية الشرطة ليتحقق لهم ما يسعوا إليه لنيل شرف حمل رسالة الأمن السامية. مجموعي 99%، الحمد لله ربنا كتب لي إن أنا ألتحق بكلية الشرطة، وده كان حلم من وأنا صغير. أنا كان جاي لي كلية طب بشري بره، والحمد لله أصريت إني أدخل كلية الشرطة. كان حلم حياتي من وأنا صغير إني ألتحق بكلية الشرطة، الحمد لله الحلم اتحقق. تضع كليات الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة نظرية وعملية يتم من خلالها إعداد الطلبة الملتحقين بالكلية للارتقاء بالمستويات البدنية والعلمية لهم في قاعات المحاضرات وبالميادين التدريبية المتنوعة التي تزخر بها أكاديمية الشرطة، بما يؤهلهم لحماية أمن الوطن بكل اقتدار. لما تلمس خطوتنا الأرض تهز جبال، بيروح أبطال بس بيجي مكانهم أبطال، يمشوا المشوار دايما جاهزين، ورانا في شعب طول الوقت الإيد في الإيد، لو عدى علينا الليل علشان مع بعض أكيد بيجي لنا نهار دايما جاهزين. هؤلاء هم حماة أمن الوطن، حاملين مش على أمنه واستقراره، مسلحين بالعلم والخلق والواجب.